لو ما تعرفش، فمصر بتنظم دلوقتي أكبر معرض عسكري إيدكس 2023، واللي إحنا عليها دي تمساح 6، حاجة من فخر الصناعة العسكرية المصرية. مصر بتقول لنا اطمنوا قوي إن إحنا مش بس عندنا جيش قوي، إحنا عندنا كمان جيش قادر يصنع سلاح. إيدكس 2023 واحد من أكبر المعارض العسكرية. هنا مش بس في موجود الصناعة المصرية، هنا في موجود أكبر الصناعات العسكرية في العالم، أمريكا، الصين، ألمانيا، إيطاليا، زي ما أنت عايز تقول قول، كل الكبار في عالم الصناعات العسكرية موجودين هنا. وزير الدفاع كان واضح جداً في كلمته في افتتاح هذا المعرض لما قال إن العالم دلوقتي بيثبت إن مفيش مكان للضعفاء، وفي توقيت بيتم فيه محاولة تصفية القضية الفلسطينية. تعالوا نشوف اللي بيحصل في إيدكس 2023، أكبر معرض عسكري موجود في مصر دلوقتي. تعالوا نشوف حاجات مصرية تدعو للفخر. خليكم معنا. لو ما تعرفش، فرعد 200 هي بطلة الحدث المصري من بداية انطلاق هذا المعرض. ليه؟ لأنها أول راجمة صواريخ مصرية 100% بالكامل، مصنعة بإيدين مصرية، قادرة على إطلاق 20 صاروخ في 12 ثانية فقط. هذه الراجمة اللي ورانا، اللي محملة على سيارة بتمشي بجنزير، تفاصيل دقيقة جدا، صناعة دقيقة جدا. كانت المفاجأة في هذا المعرض، طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي شافها بنفسه واطلع على كافة تفاصيلها، والحقيقة وانت واقف قصادها ما تقدرش غير انك تشعر انك فخور ان حاجة بالقوة دي بتصنع في مصر. ولكن لسه في حاجات كتير جدا جوه، يلا بينا تعالوا نخش ونشوف ايه اللي بيحصل في المعرض. خليكم معانا. بس يا جماعة، عايزكم تتفرجوا على يعني الصناعة والإبداع اللي موجود في كل تفصيلة. احنا فعلا قدام حاجات تحسسك بالفخر. دي سينا 200، ناقلة جنود مدرعة بتشتغل برضو كعربة للإسعاف الجنود، فيها إمكانيات ضخمة جدا. خليني أقول لكم، فيها أنظمة حماية من الأسفل، من الأجناب، حماية ضد الـ RPG، طبعا مصفحة ضد الألغام، فيها أنظمة حماية ضخمة جدا، تكنولوجيا كبيرة جدا، مصنعة بالكامل في مصر. علم مصر ما شاء الله منور عليها، مكتوبة بيه تفاصيل كتير جدا، كل تفصيلة في الصناعة يعني حاجة تحسسك انك يعني فخور بصناعة بلدك. لسه المعرض ما شاء الله مليان حاجات كبيرة جدا بتقوم بيها أجهزة الدولة المختلفة في الصناعات، وكمان في شراكات كبيرة مع القطاع الخاص شفناها هنا في المعرض. القطاع الخاص شباب ومصنعين مصريين بيشتغلوا مع الوزارات هنا عشان ينتجوا صناعة سلاح مصرية 100%. أنا عايز أوريكم التكنولوجيا اللي موجودة في عربات فض الشغب اللي بيعملها مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع. طبعاً العربية كلها متغطية بالشبك ده لحمايتها. السيستم بالكامل مصري، زي ما انتم شايفين هنا شاشات وحدات تحكم، أجهزة تكييف. عايز أقول لكم العربيات فيها أنظمة علشان تقدر تطفي نفسها بنفسها في حالة حدوث أي حرائق. تعالوا كده معايا. فيها أنظمة تهوية علشان لو لا قدر الله في أي غازات مسيلة للدموع أو أي قنابل تم خطفها على العربيات، دي فيها أنظمة تهوية مختلفة. زي ما انتم شايفين العربية من جوه حاجة يعني قوية جدا، ما تحسش أبدا إن دي يعني حاجة تقل أبدا عن أي صناعة عالمية أو عن أي منتج عالمي. اللي انتم شايفينه دي نظام المحاكاة أو طيارة المحاكاة للطائرة توكانو المصرية. مصر اشترت هذه الطائرة في الأصل كطائرة تدريب، ولكن شركة مصرية بالتعاون مع القوات المسلحة قدرت إنها تحولها من طائرة تدريب
إلى طائرة استطلاع تقدر تقوم بالمهام القتالية، وبتستخدم بالفعل حالياً في سيناء وفي العديد من المهام اللي بتقوم بها هذه الطائرة للقتال وللدفاع عن أرض مصر، وبقى لها سنين طويلة شغالة دلوقتي كطائرة استطلاع وكطائرة قتال، بتقدر تشتغل وبتقدر تقوم بالمهام بكل كفاءة. حافظ واحد واثنين وثلاثة، دي أحدث قنابل جوية مصرية بتصنعها هنا الهيئة العربية للتصنيع. طبعاً القنابل اللي حضراتكم بتشوفوها بيتم إلقائها من الطائرات، وواحد واثنين دي قنابل جوية اللي قادرة على التعامل مع الأهداف التقليدية لو نقدر نقول يعني، وحافظ ثلاثة قادر على اختراق الخرسانة المسلحة. عايز أقول لكم إن هو أثبت كفاءة عن أمثاله العالميين، يعني مش عايزين نقول الدول اللي تفوق عليها، حاجات قوية جدا، لكن أثبت كفاءة كبيرة جدا بالصناعة المصرية المتكاملة، قادر على يعني إحداث آثار أكبر كتير جدا من نظائره العالمية. مدفع مصمم بالكامل في مصر. تعالوا ناخدكم من ده لقذيفة أعماق صاروخية. حجمها قد ايه؟ تفاصيل كتير، يعني عينات لتدريب الكلاب اللي بتصنعها في مصر، حتى التفاصيل الصغيره مش بس الاجهزه الكبيره. نرجع تاني للاجهزه الكبيره، منظومه خداع الاسلحه الموجهه بالليزر، صناعه مصريه متكامله. منظومه الحمايه الذاتيه للمركبات من الاسلحه الموجهه بالليزر، صناعه مصريه متكامله. تعالوا نكمل مع حضراتكم. مركز قيادة كتيبة ورادار مدمج. بص التكنولوجيا اللي موجودة، تعالوا نستكشف معاكم بقية الحاجات اللي موجودة هنا. رشاش مصري متعدد الأغراض سينا 300. لو هتلاحظوا أسلحة كتير جدا واخدة اسم سينا، ودي يعني دلالة مهمة إن سينا دايما هي المطمع في مصر، فمصر بتؤكد ان يعني ما حدش يجرب. حاولت انقل لكم جزء من هذا المعرض الضخم، نقل كل المعرض صعب، احنا بنتكلم عن 400 عارض احدث انظمه العسكريه العالميه، سواء القتال والدفاع، كل اشكال المنتجات العسكرية والدفاعية والقتالية موجودة هنا في معرض إيدكس 2023، حدث كبير جدا بيحصل على أرض مصر. كل الدول العالمية الكبرى، أمريكا، الصين، كل القوى العظمى تقدر تقول إنها موجودة هنا، وكل الأشقاء السعودية والإمارات وقطر والكويت وغيرها من الدول، مشاركة ضخمة جدا وكبيرة جدا، وحدث مهم جدا بيحصل على أرض مصر في توقيت مهم. شكرا حضراتكم على المتابعة، وخليكم دايما معانا على تلفزيون اليوم السابع. شكرا لكم.